أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. سلسلة هجمات تستهدف مكاتب تابعة لحزبي عزم وتقدم، فضلا عن استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، كل هذا في العاصمة بغداد. تأتي هذه الهجمات مع تصاعد التوتر بين شركاء العملية السياسية والتهديدات بين ما يعرف بالإطار التنسيقي، أعضاء الإطار التنسيقي تجاه الكتل السياسية الأخرى. في المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يبين آثار الهجوم على مقر تقدم في منطقة الأعظمية، يليه لقطات من آثار الانفجار الذي استهدف منزل النائب عن تقدم عبد الكريم عبطان فجر اليوم، فلنتابع. ما أعرف رمانة شمرانة ما أدري عبط طقت علينا والله ما نعرف. أنا هجم المقر. هاي صرت الرئيس ما بقى شيء. شخص عادي يمشي. شخص عادي. ضوي لي ناضوي لي رحمة الوالدين. بس مصطفى هنا تعبت عليه بس لا ومهزمه ما اختفى وهاي قطعة ما يطلع. تعال خلا طلع. مو متفق هذا. هم تقدم. هذا غير عصف هذا يشنع لأمه كله. نبقى في سياق هذه الهجمات ومع صور لكاميرا مراقبة حيث رصدت لحظة مهاجمة منزل النائب عن تحالف عزم وتقدم عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية في العاصمة بغداد فجر اليوم. دعونا نتابع ما رصدته كاميرا المراقبة. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع سلسلة هذه التفجيرات التي استهدفت مقرات ومنازل لأعضاء في حركة تقدم. أحمد سالم قال أكو غير أحزاب الحكومة وميليشياتها تقدر تسوي هيج أفعال، أما عدنان فقال هاي عصابات مع القتل ومعلوم لأي جهة تنتمي ولا تستطيع الدولة محاسبتهم والجميع يعرفهم. حيدر يقول إن تكرار الأعمال الإجرامية في كل يوم في عراقنا الجريح يكشف عن وجود مخطط كبير لإشعال نار الفتنة في العراق. أحمد العلي قال الدولة تعرفهم وتقدر تلزمهم بس خايفين لأن الكاظم ضعيف أو راح يحاصرون الخضراء أو يتخربط الوضع لذلك يغلس. نذهب إلى موضوع آخر وفي العراق ومع أبرز مقاطع التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق والبصرة. تملك البصرة من الثروات حيث تعجز هذه المحافظة أو إدارة هذه المحافظة عن إكمال المستشفى الكويتي بعد إن بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 95% في وقت تفتقر المحافظة إلى مركز لزراعة الكلى. إعلاميون وناشطون تساءلوا عن سبب توقف العمل به وعدم إكماله وطلبوا بإفتتاح مركز للكلى وزراعة الكلى لأن المحافظة تفتقر لمثل هذه المراكز. دعونا نتابع هذا المقطع. في خلف مستشفى الكويتي اللي يكتمل بمنحة الكويت 95%، هسه ما نعرف هو صار سنوات العمل متوقف جاربي ما نعرف حق الرد مكفول لدائرة صحة البصرة. هسه بما أنه قمت بخطوة موفقة لفتح مركز جهاز الهضم في البصرة وهذا المركز راجعته حقيقة خطوة كانت موفقة، هسه اليوم ما جاي نعرف الفشل الكلوي غزا البصرة لأنه ما عندنا مركز متخصص لزراعة الكلى وعندنا مراكز صحية هواي تابعة دائرة صحة البصرة ما مكتملة. عندنا مثلا المستشفى التركي صار سنوات، هذا مستشفى الجراح الكويتي صار سنوات، احنا نريد مركز لغسل الكلى وزراعة الكلى حتى المريض من يجي ما يظل يفتر قبل يطب للمركز. في البصرة أيضا مشهد يتكرر
سابقا عدة مرات في البصرة وفي غير البصرة من محافظة العراق، مريض ينقل مع سريره بسيارة حمل برفقة عائلته. الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لم يعرف سبب نقله أو إلى أين يتم نقله، لأنه تم توثيقه من قبل أحد السائقي إحدى السيارات. لكن مهما كان السبب فهذا الأمر يطرح التساؤل في بلد غني وفي مدينة البصرة بالتحديد، مدينة النفط، حيث لا تستطيع أن توفر عربة إسعاف لنقل المرضى. دعونا نشاهد هذه الصورة. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذا المريض ناقلينه بالكي، أنا بس أريد أعرف يعني الإسعاف الفوري المن مخلين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه هذا المريض شنو ذنبه؟ هذا ناقلينه بالبيكا بالكي، تفضل ها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بس أريد أعرف الإسعاف الفوري، الإسعاف الفوري شنو شغلك؟ غير اللي هيك حالات إنسانية طبعاً، إذا هو بالإسعاف يقول لك 25 ألف يلا اطلعوا يعني. هذا يقول لك عم روح أنا أخذ سيارته وظل. يعني هسه هذا المريض فوق ما قاعد يعاني إنه بناقلينا بالكي. دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي مع الواقع الصحي في محافظة البصرة بشكل خاص. حسام قال وربك صارت وياي، أبويا ردنا النقلة من المستشفى للبيت لأن مسوي عملية، أبو الإسعاف طلب 50 ألف. يقول يا حبيبي أحمد، يقول عمي ماكو إسعافات، وإذا ردي أجر من المستشفى الأهلية بفلوس. جواد البصراوي قال هاي البصرة أم النفط، هذا تطور الصحة بالبصرة. يقول نجم مدير الصحة ننتظر تعليقك واستقالتك. إلى موضوع آخر وإلى العاصمة بغداد. من حرق مذخر الأدوية في منطقة الحارثية؟ احتراق مذخر أدوية في منطقة الحارثية في العاصمة بغداد، الحريق تسببت به كما قالوا إحدى آليات بلدية الكرخ التابعة لأمانة بغداد بعد محاولتها لإزالة التجاوز بعد إعطاء مهلة يومين فقط، علما بأن المذخر يتضمن على أدوية تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نبقى مع قصة هذا المذخر، مذخر الأدوية في منطقة الحارثية في بغداد. صاحب المذخر اتهم أمانة بغداد بتعمد وقوع الحريق كما قال، ولم تعطه المهلة الكافية لإخلاء المذخر. والبعض الآخر اتهم موظفين في أمانة بغداد بأنهم يستخدمون مراكزهم الوظيفية في الابتزاز، ويتم عن طريقها تأجيل إزالة التجاوز أو تأخيره. دعونا نتابع. أمانة بغداد، أنا أسامة خالد حسين صاحب مدخل أدوية الدواء الحارثية في الحارثية، معاون صيدلي. قبل يومين عندي مخالفة والبلدية جبت حذرت فيه، وأنا جيت هسه هنا اليوم سبب هذا الحريق. هاي الحارثية كلها تشهد والكاميرات تشهد وعندي تصوير بهذا التليفون. بسبب أمانة بغداد؟ بسبب أمانة بغداد، هم ذولاك جو السيارات والموظفين موجودين. أمانة بغداد سوت طلبت من عندهم نص ساعة، ضرب بالحفارة هاي، وهاي الوايرات الاثنين انقطعت، حرقت المدخل كله. المدخل
المدخر هاي ادويه ليش شنو السبب يعني ليش هاي ادويه بفلوس المدخر إيه؟ المدخر بيع ادويه وهاي شركات الادويه كلها موجوده كل شركات الادويه موجوده بأدوية ما يقارب $5 مليون وانا جاردها قبل اسبوع وهاي شركات الادويه والمداخل كلها تشهد وتعرف واهل الاختصاص يعرفون مدخر ادويه تستثمرين ودواء الحرق يشهد بس حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم انا ما راح تفاعل العراقيون مع قصة صاحب المدخر والكثير من التعليقات كانت متعاطفة وطالبوا بمنح مدة أطول قبل إزالة التجاوزات وبين مؤيد لعملية إزالة التجاوز بشرط أن تكون حضارية وليست بهذه الطريقة ملاء قالت حتى يشعلون السوق على الناس الفقراء ويسوون أزمة بالبلد مع الأدوية شغل أحزاب تقول غرضها تخريب وصنع بلبلة نور الكناني قالت مهما يكون التجاوز أكو إنذار مدة قانونية وبعدها يتم إجراء اللازم مصادرة أو تغريم أو غلق المدخر لكن حرق بهذه الطريقة تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون إذا أكو قانون الصيدلاني كرار قال العراق إذا ما تدفع فلوس يتم حرق المشروع يقول عصابات أم حيدر قالت شنو هذه الهمجية حتى لو صاحب المدخر غلطان أكو طرق تبليغ وإنذار نذهب إلى موضوع آخر ونبقى مع منصات التواصل الاجتماعي في العراق الاستيلاء على الحدائق والمتنزهات أهالي دور النفط في البصرة يشكون من جهات تحاول تحويل المتنزه الوحيد في الحي إلى أرض سكنية يتم توزيعها قالوا لمدراء ومسؤولين وطالبوا الجهات الحكومية المختصة لإيقاف هذا القرار حيث يعتبر المتنزه هو المتنفس الوحيد لسكان الحي ولأطفاله دعونا نتابع ما قالوا متنزه دور النفط المشروع السكني شركة نفط البصرة تريد الزيله على مود توزعها قطع أراضي للمدراء محافظ البصرة مناشدة إلى السيد محافظ البصرة أسعد العيداني هل يتدخل بهذا الموضوع هذا متنفس للعوائل بقلب دور النفط شوفوا ايش قد حلو بدأ يهملونه شوية شركة نفط البصرة على مود يوزعون قطع أراضي ها هنا أطفالنا يجون عوائلنا بعد جريمة والكارثة بدل ما هسه ينزلون ألعاب للأطفال يريد يزيلونه يعني إحنا شلون نفكر مع الأسف والله هاي تفكير المدراء هالشي المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة ظاهرة الاستيلاء على الحدائق العامة ليست في البصرة ولكن في المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد حيث تستغل هذه المتنفس الطبيعي للمواطنين والأطفال لبناء منازل لمتنفذين ولمسؤولين في الحكومة وهذا يؤثر على البيئة في العراق ويزيد من تلوث البيئة دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع الاستيلاء على الحدائق والمتنزهات أحمد البصري قال يعني هي شركة نفط البصرة اللي فلوسها استفاد منها كل السراق والحرامية بكل بقاع الأرض هاي هي حديقتهم البائسة بدل ما يعمروها ويطوروها راح يوزعونها أراضي أما عماد فقط كارثة بحق المنطقة وأهاليها في كل دول العالم هناك فسحة خضراء لكل منطقة سكنية إلا في العراق إبراهيم البصري يقول ما كافي بوق استحوا على أنفسكم خلصت الأراضي ما بقى شيء اسمه خضار أما علي موسوي فقال مافيات فساد الأراضي والمدراء الفاسدين نذهب إلى أنت ترى عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين وصلنا مقطع مصور لمناشدة من أهالي منطقة الإسكان في محافظة بابل بعد أن تكدست شوارعهم بالنفايات في ظل غياب دور البلدية في رفعها وتنظيف المنطقة كما قالوا دعونا نتابع رسالتهم عبر هذا الفيديو بقى هاي الخيسة وهاي الزبالة
هاي الزبالة نص منطقة سكنية بابل مركز الحلة بالأسكان، وهذه مدرسة صفد الابتدائية، مدرسة صفد الابتدائية، وهاي الزبالة حتى حاوية ماكو، حتى حاوية ماكو. هاي الزبالة هاي الزبالة هاي الخيسة وصلت البيوت. عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة، والتي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى تسليط الضوء على قضية الشاب بشير جبار طالب الذي قتلته كما تقول الرسالة مجموعة من ميليشيا سرايا السلام في منطقة الوشاش ببغداد بتاريخ 12 من هذا الشهر. الميليشيا أطلقت النار على الشاب لحظة مروره من السيطرة، مدعية بأن الشاب يتاجر بالمخدرات للتغطية على جريمتهم. نذهب إلى الهاشتاج. إطلاق واسم أو إطلاق استمارة الصحة، واسم أطلقه خريجو الكوادر الصحية لمطالبة بفتح باب التعيين الإلكتروني للتوظيف والحصول على عمل، لا سيما بأنهم من حملة الشهادات والاختصاصات التي يحتاجها البلد في ظل تدهور الواقع الصحي. دعونا نقرأ بعض هذه التغريدات تحت هذا الوسم. أمير قال: يعني ناس تريد تعيش، تشوف حياتها، تشوف مستقبلها، كافحت ودرست ومرت بظروف كل الصعبة على المود، بالأخير تحقق حلمها وتشتغل بالمكان اللي تريده وتكون أسرة وهواي أمور أخرى، لذا مطلبنا إطلاق الاستمارة. حالة قالت: التعيين حق منصوص لنا بدستوركم، فكيف لكم أن تسلبونا ما نصه لنا الدستور؟ تتساءل. محمد علي يقول: نطالب بحقنا بالتعيين، وهو حق كفله لنا الدستور، ولا تنسى الوزارة بأن البلد يمر بظروف صعبة من جائحة كورونا التي البلد فيها بحاجة إلى الكوادر الطبية. حسين يقول: حتى التعب والصعوبات اللي مرينا بيها حق الليالي اللي سهرنا بيها حقنا الطبيعي، إطلاق استمارة الصحة. نذهب إلى القصص المنوعة. أي الدول العربية هي الأغنى بالذهب؟ وكم طنا من الذهب تمتلك الدول العربية؟ دعونا نتابع الأرقام بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يناير من هذا العام 2022 مع تقرير لموقع RT أونلاين.
إذن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مخزون الذهب. وائل عبد الكريم خطاط عراقي يعمل في هذا الفن منذ 30 عاما ويسعى لنشر التوعية بأهميته في العالم العربي والإسلامي. دعونا نتعرف على قصته مع تقرير شبكة إجبلاس عربي فلنتابع. كنت أقعد يم والدي فأشوفه يعني يخط بالحروف، يخط كلمات، يخط كذا، فحبيت هاي المهنة. إذا يبقى على هذا الوضع، إذا ماكو عين عليه، يعني ماكو اهتمام به من ناحية المسؤولين والناس المعنية بالشيء، أنا أقول لك يعني كفن عالمي كفن إسلامي روح الهاوية. جميل هو الخط العربي والإسلامي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.